الأحوال الجوية برعاية جام للتأمينات. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة أحوال الطقس المسائية. نستهلها وكالعادة بدرجات الحرارة الدنيا والمتوقعة لليلة اليوم. إذا راح تبقى دائما مستقرة، ما تتعداش 11 درجة بأقصى الغرب على وهران، تلمسان، مستغانم. 9 درجات بالعاصمة، 6 درجات على السواحل الشرقية بالقالس، كيكدا، عنبة، طارف. 4 درجات بالهضبة العليا الغربية، درجتين فقط كأدنى مقياس على مرتفعات الأوراس، بخنشلت، بالسباتنة، حتى على باريكا. 10 درجات على تندف باتجاه الصحراء الوسطى حتى بشمال الصحراء، 11 درجة على الجنوب الشرقي على إليزي، أنا مناس، 13 درجة بالصحراء الوسطى و14 درجة بأقصى الجنوب الجزائري. نمر للوضعية الجوية المتوقعة لصبيحة وظهيرة الغد بحول الله. إذا اللي يميز الوضعية الجوية هي رياح راح تكون نوعا ما قوية محليا، راح تهم كافة السواحل حتى المناطق الداخلية، تمتد هذه الرياح حتى شمال الصحراء ومنطقة الثورة، فيرجى توخي الحيطة والحذر. تبقى الأجواء دائما غير مستقرة على السواحل الغربية، السماء راح تكون ملبدة، بعض القطرات من الأمطار غير مستبعدة. نفس الوضعية الجوية راح تهم السواحل الوسطى حتى المناطق الداخلية، إذا مرتفعات الأوراس باتجاه الهضاب العليا الغربية. أجواء نوعا ما راح تكون مستقرة على المناطق الجنوبية، عادة هذه الرياح القوية اللي تهم كما سبق وذكرت شمال الصحراء حتى نعم منطقة الثورة. إذا بعض السحب العابرة على شمال الصحراء الجنوب الشرقي تبقى دون فعالية دائما مع نشاط زوابع رملية تحت تأثير الرياح الجنوبية القوية، راح تهم كافة المناطق الجنوبية. نمر لدرجات الحرارة القصوى والمتوقعة لظهيرة الغد بحول الله، راح تنخفض قليلا على المناطق الساحلية الوسطى بالعاصمة 17 درجة حتى بأقصى الشرق بالقالة، عنبة، طارف، نفس 17 درجة نفس المقياس نعم بالهضاب العليا الغربية، 22 درجة سوف نسجلها على وهران حتى على مستغانم، تلمسان، 18 درجة بمرتفعات الأوراس، 26 درجة على تندوف، 24 درجة بالثورة، 31 درجة بالصحراء الوسطى، و 38 درجة كأعلى مقياس بأقصى الجنوب الجزائري. نمر لملاحة والصيد البحري وعن أحوال البحر. البحر راح يكون مضطرب، نعم هذا على الواجهة الغربية. سرعة الرياح توصل حتى 40 كيلومتر في الساعة، اتجاه الرياح بحول الله راح تأتينا شمالية إلى شمالية غربية. البحر سيكون قليل الاضطراب على الواجهة الوسطى والشرقية. سرعة الرياح ما تتعداش 20 كيلومتر في الساعة، واتجاه الرياح راح تكون شمالية شرقية. نختم النشرة الجوية بمواقيت الشروق والغروب لتهم العاصمة وضواحيها. الشروق بحول الله راح يكون على 6:48 دقيقة، الغروب على 6:55 دقيقة. للمزيد من المعلومات ما عليكم إلى التواصل معنا على الموقع الإلكتروني، مختلف مواقع التواصل الاجتماعي اللي تظهر أسفل الشاشة. بهذا نأتي إلى ختام النشرة الجوية، في أمان الله. الأحوال الجوية برعاية جام للتأمينات.